صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلدي وكان معنون على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده الحلقه بتاعتنا شتويه في شتويه، من ناحيه الاكل ومن ناحيه المشاريب. يعني ايه؟ يعني النهارده اللي عايز يتخن واللي عايز يتدفى الحلقه ديت معموله مخصوص ليه. طب قبل ما نبدا في اي حاجه واعرفكم عندنا ايه تاني النهارده او احنا هنعمل ايه في حلقتنا، عايزه افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 900، ومن اي موبايل على 2600، في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدني دايما ان شاء الله. طيب نبدا حلقتنا ونشوف عندنا ايه النهارده. اول حاجه عندنا النهارده هنعملها ايه؟ المفتقه، الحلبه المعقوده، والحلاوه السوداء. هم دول ثلاث، يعني احنا هنعمل ثلاث اصناف؟ لا، هم كلهم صنف واحد بس مع اختلاف اساميهم. المفتقه، الحلبه المعقوده، الحلاوه السوداء. ايا كان محافظتك ايه وايا كان بتسموها ايه، فالنهارده هنعملها على اصولها، على اصولها. طيب ناس كتير، مع احترامي لكل الناس، ما ينفعش ان انا اطلع اجيب حبه عسل اسود واحط عليهم حبه سوداني وسمسم واروح احط عليهم معلقتين دقيق مع حبه زيت واقول انا عملت مفتقه. مفيش الكلام ده. ما كانتش الحاجه تتعمل على اصولها وخصوصا في البلد يوكل يبقى ملهاش داعي. علشان كده البلد يوكل عندنا بتتعمل الحاجه على اصولها زي الكتاب ما قال. فالنهارده هنعمل المفتقه او الحلبه المعقوده او الحلاوه السوداء على اصولها زي الكتاب ما قال عشان تطلع مظبوطه على الشعره. الموضوع زي ما انا لسه قايله دلوقتي مش موضوع حبه عسل اسود مع حبه دقيق مع حبه سوداني وسمسم بقى عندنا مفتقه. مفيش الكلام ده. سيبكم من الاسامي والهاشتاجات اللي بتنزل اللي هو ايه، تعالي نعمل المفتقه بثلاث مكونات موجودين في البيت. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. لازم تتعمل على اصولها عشان تطلع لك زي ما بتجيبيها من بره واحلى وانضف كمان. طيب المقادير بتاعتنا علشان نجيبها لازم نجيبها من عند عطار مش اللي جنب البيت. ليه؟ لان انا عندي النهارده مكونين لازم يتجابوا من عند عطارين من العطارين الكبار. طب المكونين دول لو مش موجودين هينفع ان احنا نعمل المفتقه؟ هينفع بس مش زي الكتاب ما قال، هيبقى فاضل ايه؟ صفحه من الكتاب مقطوعه. فالنهارده هننزل بمقادير المفتقه، والمفتقه دي لو نرجع على اليوتيوب كده هتلاقوني اول مره عملتها على اصولها بنفس الطريقه من 6 سنين او يمكن ازيد من 6 سنين. تمام؟ وهتلاقوني كل سنه بعملها في الموسم بتاعها بنفس الطريقه، عمري ما بغيرها. ليه؟ ليه ما بغيرهاش؟ علشان معموله على اصولها. علشان الناس اللي بتجربها من ورايا كل سنه، لسه يعني مكتوب الكومنت ده امبارح والله وشفته، هتعملي امتى المفتقه علشان المقادير بتاعتها راحت من عندي وعملتها قبل كده وطلعت مظبوطه على الشعره. الكومنت ده كفيل يخليني ان انا ما اغيرش الطريقه بتاعتي واعرف ان انا ماشيه على الطريق الصح والمظبوط. فالنهارده هنعمل المفتقه او الحلاوه السوداء او الحلبه المعقوده زي الكتاب ما قال. هنستأذن جيمي ينزل لنا المقادير بتاعتنا على الشاشة ونكتبها. هي فين؟ لسه ما نزلتش. وهنستأذنه بس خليها شوية على الشاشة كده علشان حبايبنا يصوروها أو يكتبوها ورايا بالراحة، وكل كل مكون هنقول التفصيلة بتاعته ليه. طيب النهاردة هنعمل المفتعة 3 كيلو عسل أسود، وأقل حاجة 3 كيلو، ما ينفعش أعمل كيلو أو 2. أول حاجة أبدأ بيها هي 3 كيلو. 3 كيلو كتير واحنا فرضين، اه ما عنديش اي مشكله. 3 كيلو دول اصلا لسه اسمها ايه، هيتكثفوا ولسه هيتقلوا، فهيديكي ممكن بطرمانين 3 او بطرمانين كبار. فال 3 كيلو دول علشان لسه العسل لما يغلي على النار لسه هيتكثف معانا ويبدا الكميه بتاعته تقل. طيب عندي 5 معالق كبار حلبه مطحونه. الحلبه الحصى بتاعتنا دي هنجيبها من عند العطار وهتكون مطحونه. طبعا الكميات دي كتيره فانا هاخد على قد المقدار اللي مكتوب على الشاشه بالظبط. طيب عندي 5 معالق كبار مغات، مغات صافي مش متخلط، مغات صافي مش متغلط. قولي له كده انا عايزه مثلا 8 كيلو مغات صافي اصلي، يعني من غير ما يعني احنا ما بنيجي نعمل المغات او نجيب المغات بنجيب مغات اساسي وبنحط عليه حلبه مطحونه فبيتخلط كله على بعض، لكن لا انا عايزه ده لوحده وده لوحده ما نجيبهوش متخلط. طيب عندي كوبايه دقيق، وكوبايه الدقيق دي انا مش هاخدها كلها الا في حاله واحده بس، لو انا لقيت الكتيره اللي انتوا هتلاقوها دلوقتي مكتوبه انا كاتبه ايه ب 10 جنيه كتيره. ايه الكتيره دي؟ اهي دي الكتيره، حاجه كده عامله زي جوز الهند القشر كده كده، حاجه كده عامله زي جوز الهند. بصوا كده، بصوا بتتكسر ازاي، ناشفه قوي، سامعين؟ دي الكتيره.
دي اللي بتتباع عند العطار، ومش اي عطار، لازم عطارين اللي هي الكبار، مش هتلاقيها بسهوله. طيب انا لو ما لقيتش الكتيره دي، الكتيره دي يعني ايه لازمتها في المفتقه؟ الكتيره دي هي اللي مسؤوله عن الماده اللزجه، اللي ماده المطه اللي احنا بنشوفها في المفتقه، ان انت تمسكيها وتديكي المطه ديت، كان بتقوم كمان بدور ماده الربط. فكوبايه الدقيق اللي انا حطاها دي، انا مش هخلي المفتقه بتاعتي كلها دقيق، لا انا ممكن اخد منها 4 5 معالق او 3 4 معالق بس. بس لو الكتيرة موجودة. طب لو الكتيرة مش موجودة وانا معرفتش اوصل لها، يبقى هضطر ان انا احط كوباية الدقيق كاملة. خلوا بالكم من اللي انا بقوله. طيب هي الكتيرة دي يا جيمي بتتحط وهي ناشفة كده على المفتقة؟ لا ما بتتحطش وهي ناشفة كده، امال بيحصل لها ايه؟ بنقعها في مية سخنة علشان تبقى كده. بصوا شايفين، بصوا بص يا جيمي، فعلا بص عامله زي الماده الجيلاتينيه، عامله زي الجيلي. بص عامله ازاي، لازم تتحط في ميه وتبوش علشان بعد كده ابدا ان انا احطها على المفتقه عشان تديني النتيجه اللي انا عايزاها. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا 3 معالق من الكبار حبه. بصوا انا حتى نشفت ايديا، بس في مزلقه او جيلاتين او غلام على ايديا كده. المادة ديت هي السبب في ان العرق بتاع المفتقة نفسه يبقى ليها عرق، الحلاوة بتاعت المفتقة نفسها تبقى ليها عرق بتمط معاكي كده، ما تبقاش ان انت بتاخديها من البطرمان بتحطيها في السندوتش وخلاص، لا العرق والمطة دي بيجي من الكتيرة دي، هي اسمها كتيرة. هاتي ب10 جنيه مقدار 10 جنيه على ال3 كيلو عسل. عندي قلنا حبة البركة، عندي الحبة الخضراء. ايه الحبة الخضراء دي؟ دي شكلها اهي، دي الحبة الخضراء، دي الحبة الخضراء. بتعمل ايه الحبة الخضراء دي؟ المفتقة اللي معمولة على اصولها واساسي والاساس بتاعها والمفتقة الاصلية، بنلاقي كده في البطرمان في زيت اخضر على الحرف كده، في زيت اخضر مع المفتقة، هو ده بيجي من الحبة الخضراء، بيجي من الحبة الخضراء. ايه فايدتها للمفتقة؟ ان هو بيبقى عامل زي مادة عازلة كده حوالين المفتقة، غير ان هو يكون زيت صافي بس، لا الحبة الخضراء دي الزيت بتاعها بيدي مادة عازلة للمفتقة علشان تقعد معاكي من الموسم للموسم. عندنا ايه كمان؟ عندي كركم، عندي ملح ليمون. ملح الليمون هنا انا حاطه له معلقه صغيره على 3 كيلو، بيقوم بايه؟ ماده ربط؟ لا انا عندي ماده ربط اللي هي الكتيره مع كم معلقه الدقيق. امال ملح الليمون هنا بيقوم بدور ايه؟ بيقوم بدور الماده الحافظه، ان انت تحطي البطرمانات المفتقه بتاعتك من الموسم للموسم ما يجرى لهاش اي حاجه، ولا عفونه ولا تكتل ولا تسكر، ولا تسكر العسل الاسود ده ما يسكرش معاكي ويبدا ان هو يخرز. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا صبغه عربي علشان يدينا نتيجه كويسه برضه. انا جايبه النهارده بودر، في طبعا اللي شبه اللبان الذكر شويه كده، سواء ده موجود او ده موجود هيقوم معاكي بالنتيجه كويسه. عندي طبعا سمسم متحمص، وعندي سوداني متحمص، وعندي لتر الزيت. اللتر الزيت ده لتر زيت كامل على ال3 كيلو. طيب انا هعمل كده، عندي هنا حلتين على النار، ولازم الحله تكون استانلس او الومنيوم. طبعا مش هقدر اقول لكم حله نحاس زي بتاعت اهالينا بتاعت زمان لان هي ما بقتش موجوده دلوقتي، فالبديل بتاعها يا جيمي معايا يا حله استانلس يا حله الومنيا، ما ينفعش ولا جرانيت ولا سيراميك ولا تيفال ولا ولا اي ماركه من ده كله خالص ولا اي حاجه من دي، يا استانلس ونهدي النار عليه واحنا بنعمل المفتقه، يا الومنيا علشان يستحمل اللف معانا ويستحمل التقليب، علشان لو اي حله من الحلل التانيه اللي انا بقول لكم عليها ممنوع يتعمل فيها المفتقه دي، هتلاقوا العسل خرز معانا وبدا ان هو يفصل. فيا الومنيا يا استانلس، ما عندكيش ولا الومنيا ولا استانلس، اشحتي حله من الجيران مش هتقول لك لا. طيب عندي هنا حلتين على النار، حله صغيره وهاخد فيها كوبايه من لتر الزيت، هو لتر زيت كامل على ال3 كيلو عسل، هاخد هنا كوبايه من اللتر الزيت. بسم الله، الكوبايه دي هحطها في الحله الصغيره دي، هل انا هعمل بيها ايه؟ دي مجرد ما يبدا ان هو يسخن معايا ويتقدح هروح حاطه فيه الحبه الخضراء علشان تبدا ان هي تاخد، اخد الخلاصه بتاعت اللون الاخضر بتاعت الزيت اللي انا عايزاه للمفتقه. طب باقي اللتر كامل هروح حاطاه هنا يتقدح علشان ابدا ان انا اعمل فيه المكونات كلها. طيب في طريقتين للمفتقه، طريقه على البارد وطريقه على السخن.
ايه هي الطريقه اللي على البارد؟ ان في ناس بتروح ماسكه العسل تقلب فيه الكركم، تقلب فيه الحلبه، تقلب فيه المغات، تقلب فيه الدقيق، كل دوت على البارد، وبعد كده بترفعه على النار. انا ما بحبش الطريقه دي، عمرها قصير، ما بتقعدش معاكي من الموسم للموسم، ما بتبقاش حلوه، تحس ان الحاجه فيها نيه. طب انا بعمل ايه بقى؟ طيب انا الزيت عندي على النار يتقدح، وبحمر فيه الثلاث اربع معالق دقيق مع كام معلقه بتوع المغات مع كام معلقه بتوع الحلبه، وببدا ان انا اقلب ده كله مع بعض، والكركم يتحمص يطلع لي الروائح الحلوه بتاعته كده، وابدا بعد كده انزل عليه بباقي المكونات بتاعتي. على ما الزيت يتقدح عندي هنا هحط الحبه الخضراء اهي واسيبها على النار، وهنا هبدا احمر الدقيق مع المغات مع الكركم مع الحلبه. وانا بصبح على مين يا رغده؟ وانا بصبح على مدام شيماء. والله صباح الهنا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ انا بخير طول ما حضرتك بخير، يسعد لي قلبك يا رب. تسلمي. صباح على حضرتك. صباحك هنا وسعاده يا رب، ما نحرمش منك ولا ابدا. كل سنه حضرتك طيبه وحضرتك بصحه وسعاده يا قلبي. الله يسعد قلبك يا رب، ربنا ويعيد عليكي يحسن الايام بخير. ربنا يحسن ايديك ان شاء الله يا رب. اللهم امين يا حبيبتي، ما نحرمش منك ابدا. تسلمي لي. ليكي اي طلبات يا شيماء؟ كانت متصله تصبح تسلم عمرها يا رب. طيب تابعي معايا يا رغده. بصي يا جيمي كده معايا، انا حطيت هنا في الحله الصغيره الحبه الخضراء، الحبه الخضراء بدات ان هي والزيت سخن اهو، هسيبها كده تغلي علشان اخد اللون الاخضر اللي انا عايزاه. الناحيه التانيه في ايه؟ الناحيه التانيه نزلت بخمس معالق من الدقيق. طيب دي الحلبة، كم معلقة حلبة يا رغدة؟ الله، واحد، مالوش تاني، تلاتة، أربعة، أدي خمسة، خمس معالق من الحلبة. ها والمغات خمس معالق كبار، ما نزودش الحلبة قوي عشان ما تمررش معانا. الله، واحد، مالوش تاني، تلاتة، أربعة، خمسة، الكركم معلقتين كبار من الكركم بالشكل ده كده. كده احنا عملنا ايه؟ عندنا ايه تاني؟ حبة البركة مش هنحطها دلوقتي خالص، لان لسه هنحمصها على النار وبعد كده اطحنها في المطحنة. عندي الملح الليمون هيتحط في الاخر خالص مع السوداني ومع السمسم، والصمغ اللي هو الفتيرة لسه برضو في الاخر. عندي هنا ادي الصمغ، بصوا كده انا بحمر الناحية التانية الكتيرة بتبدأ ان هي تغلي في الزيت، وهنا ده كله كده انا عايزاه يتحمر علشان لما انزل عليه بالعسل نشوف هنعمل ايه. طيب قلنا ان الحله تكون ستانلس او الحله تكون المونيا. لما اجي مجرد مسقط العسل التقليب يبقى في ناحيه واحده، ما اعملش كده وارجع اعمل كده، لا ده يفصل لي العسل، يخليه يسكر معايا، يخليه ان هو يديني نتيجه انا مش عايزاها. طب امال بعمل ايه؟ تقليب في ناحيه واحده. انا كده خلاص ادي المغات، حلبة، الكركم، دول كده خلاص الكتيرة مش هحطها دلوقتي، هحطها بعد العسل ما يغلي معانا شوية. وادي الحبة السوداء هنحط كده على النار واديها تحميصة تتحمص بس كده، تشم النار، وابدأ ان انا اطحنها في المطحنة. الناحية دي تمام وزي الفل، الروايح بدأت تطلع، الروايح بتاعت المغات والكركم والدقيق والحلبة بدأت تطلع معايا. بصوا كده مفيش أي تكتلات، مفيش أي تكتلات، ولا في حاجة مكتلة، ولا في حاجة بدأت إن هي تشرب الزيت، ولا الكلام ده كله، مفيش أي. بصوا المنظر عامل إزاي، ما شاء الله، اللهم بارك. أرجع وهو بيبدأ يلف معايا كده، أروح ماسكة العسل، أخلي بال في المرحلة دي. أولا الحلة لازم تكون كبيرة، عينيكي ما تقوليش إيه لا ما هي الحلة دي هتاخد 3 كيلو عسل ولسه هيبدأ إن هو يتكثف ويقل، فيش الكلام ده. أول ما بتحط العسل بيبدأ إن هو طول ما المفتقة على النار بتبدأ إن هي تغلي، لا قدر الله لو ما خدتيش بالك ممكن إن هي تفور، عشان كده أنا محتاجة حلة كبيرة علشان تاخد براحة في العملية. طيب
كده تمام وزي الفل في المرحلة دي، ما يكونش واقف معاكي أطفال في المطبخ. ليه؟ علشان لا قدر الله ما ينطرش حاجة على ايديهم او الكلام ده كله. نعمل كده ونسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ايدك معانا يا رب، بسم الله. ننزل بالراحة كده بالشكل ده، وابدا ان انا انزل كل العسل كده، ومجرد ما ينزل انا لسه النار عندي عالية. اهديها امتى؟ بعد ما ياخد لي كده غلوتين ثلاثة ابدا اهدي النار. يتقلب بستلس او المونيا اهو، بصوا كده شايفين، ناحية واحدة ناحية واحدة. ما ينفعش معايا يا جيمي، ما ينفعش اعمل كده واروح راجعه عامله كده، مفيش الكلام ده، اوعوا تعملوا حاجه زي كده، هتلاقي العسل بيفصل وهتلاقيه بيخرز معاكي والموضوع مش هيبقى حلو. ببدا اهو زي ما انا ما بعمل كده، شايفين المنظر عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. اسيبه على نار عاليه مع التقليب كل 5 دقايق كده في اتجاه واحد، علشان ابدا ان انا اخد العقد اللي انا عايزاه للمفتقه. يعني ايه العقد؟ يعني العمود، يعني العود بتاعها اللي هو اللي انا عايزاه يبقى فيه مطه. لسه فاضل لي سمسم، لسه فاضل لي سوداني، لسه فاضل لي كتيره اللي هتبقى ماده الربط اللي عندنا، لسه كمان فاضل ملح الليمون. نكلم مين يا رغده؟ نصبح على فاطمه ونقول لها صباح الفل يا فاطمه. فاطمه ممكن توطي التلفزيون؟ صباح الفل، عاملة ايه؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما، اموريني. اوكي. اموريني يا قلب، اموريني. الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما، وطي التلفزيون يا فاطمة، قولي لي عايزة ايه؟ عايزة اعمل دونات. عايزة ايه؟ الحمد لله. عايزة اعمل دونات. عينيا الاتنين، حاضر. ليكي طلبات تانية؟ نورتيني يا فاطمة، عيوني ليكي. بصوا كده شايفين، تقليب في حتة واحدة او تقليب في اتجاه واحد اهو كده 5 دقايق وارجع لها. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ عندي مصفى اهي، واروح واخدة الحبة الخضر واروح عامله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، كبير جد. بسم الله. شوفي يا جيمي اللي في الحله، بصوا المنظر عامل ازاي. يبقى احنا كده خدنا ادي كوبايه الزيت اللي احنا خدناها من اللتر بالشكل ده كده. بصوا اللف في اتجاه واحد، الحمد لله على السلامة. شايفين لون الزيت؟ شايف يا جيمي لون الزيت؟ لون الزيت اللي هو اللي بقى ظاهر على الوش دلوقتي ده، ومدي لون اللي احنا بنشوفه على المفتقة بره، ده جه منين؟ ده جه من الحبة الخضراء اللي احنا حطيناها. طيب أبدأ كده، عندي الحبة السوداء اللي هي حبة البركة، أنا كل ده لسه ما حطيتش الكتيرة. وبصوا كل ما بتتحط في المية كل ما بتبدأ إن هي تبوش، كل ما بتبدأ إن هي تبوش. المفروض تتحط في المية قد إيه؟ يعني ساعتين تلاتة كده، لحد ما تبوش معاكي خالص، علشان نبدأ إن إحنا ناخدها ونشتغل بيها. طيب عندي المطحنة بتاعتي أهي، وهروح واخدة كده الحبة السوداء، معلش نجيب بس معلقه عشان ما يتضلقش بره. المفتقه بتاعتنا على النار زي ما احنا، بالشكل ده كده، وابدا ان انا اطحن. اخد كده، بسم الله،
التقليب في نفس الاتجاه، ما ينفعش ان انا اقلب عكس. لا لسه. لسه لسه لسه، ده كل اللي هيفتح باب البلاتون النهارده هيشم ريحه المفتقه. بصوا كده كده تمام وماشيين تمام وزي الفل. اي حد عايز يتخن يعني يعتمد المفتقه بتاعتنا بتاعت النهارده دي. بص بقى كده يا جيم، احنا كده حطينا العسل وحطينا الزيت وحبينا حطينا حبه البركه اللي هي الحبه السوداء، وحطينا الزيت بتاع الحبه الخضراء، وحطينا الكركم، وحطينا الحلبه المطحونه، وحطينا المغيث، وحطينا العسل الاسود، حطينا كل ده. فاضل ايه؟ فاضل السوداني المتحمص والسمسم، وفاضل الكتيره، وفاضل ملح الليمون. هنبدا بالكتيره الاول مع نص كوبايه الميه اللي احنا مدوبينها فيه. بسم الله، احنا بنقلب في نفس الاتجاه، ما بنغيرش وما بنلفش الناحية التانية، علشان احنا لسه قايلين يا جيمي ان لو قلبنا كده ورجعنا قلبنا العكس هيبدأ العسل يفصل معانا، وممكن ان هو يخرز، وممكن ان هو يسكر، ومش هيدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. طيب، فبنرجع ان احنا كل شوية نقلب في اتجاه واحد، ما ينفعش ان احنا نغيره. اجي بعد كده اخد السمسم المتحمص والسوداني. طيب لازم لازم احط سمسم وسوداني، احنا بنعمل زي اللي بره، لكن لو ربنا كرمك يا ست الكل وعندك عايزه تحطي بندق، عايزه تحطي فستق، حطي اللي انت عايزاه، ما عنديش اي مشكله في اي حاجه. نعمل كده، وادي السوداني مجروش. بسم الله، كل دوت انا لسه ما حطيتش كمان فاضل ايه؟ ملح الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم، في نفس الاتجاه وفي نفس التقليب. اللي بيجرب المفتقة بطريقتي ما بيجربش غيرها وما بيعرفش ياكل غيرها. بصوا المنظر، كده بقى بدأت ريحة المفتقة فعلا يا مهاب تظهر معي. ميرنا قاعدة قدامي بتقول لي ريحتها فظيعة، فبصوا فعليا تجنن. طيب اعمل كده، فاضل ايه؟ فاضل ملح الليمون. ملح الليمون معايا اهو، والمفروض ان احنا بناخد معلقه صغيره ممسوحه. ملح الليمون ماده ربط؟ لا، انا حاطه ماده ربط، حتى الكتيره وحاطه الدقيق، امال ماده الربط ماده حفظ؟ انا لازم اسقف لك. ماده حفظ للمفتقه، معلقه صغيره ممسوحه، واعمل كده بالشكل ده. بصوا كل ماده هتتقل ما ينفعش اسيبها تغلي زياده عن اللزوم، لا، كل لو غليت زياده عن اللزوم او سبت العسل او سبت المفتقه زياده على اللزوم على النار هتلاقيها ان هي كتلت منك وتقلت زياده. وخلوا بالكم خلوا بالكم خلوا بالكم ان المفتقه اصلا لما بتقعد بتتقل زياده، لما بتقعد بتتقل زياده، فالقوام بتاعها والعود بتاعها انا هوريه لكم هيكون عامل ازاي. بصوا كده، بسم الله، بص كده يا جيمي، هي لسه هتتقل تاني ولسه ما غليتش، انا هوريكم اصلا لما تغلى تبقى عامله ازاي. فهطلع فاصل واسيب المفتقه بتاعتنا على النار علشان لما نرجع تكون غليت، ونشوف الغليان بتاعها، ونشوف العود بتاعها اللي احنا عايزينه، ونشوف لما تبرد معانا هتكون عامله ازاي. ويبقى كده احنا اللي عملنا المفتقه زي الكتاب ما قال. يلا بينا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل عندنا حمص شام وعندنا بليله، اكتر حاجتين بيطلبوا من ولادنا سواء كبار او صغيرين في الشتاء، هنعملهم بعد الفاصل. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي وكل. وإليكم المفتقة زي الكتاب ما قال، ريحة طعمها يا محمد إبراهيم بيقول لي طعمها تحفة، هي مش للرفيعين بس، لا ده التخان لكله. عايزة أقول لكم المفتقة فعليا ريحتها تجنن، محمد إبراهيم ولدها وهي سخنة، فعلى شهادته هو بيقول لي طعمها تحفة وتجنن. أسماء سندوتشات ده أنت هتاكلهم بالمعلقة. اصبر عليا، شايفين؟ بنبدأ إن إحنا كل خمس دقايق ندي تقلبتين ثلاثة كده في نفس الاتجاه، اتجاه واحد. أنا هسيبها كده على النار تاخد لها بقى الغلوة اللي أنا محتاجاها.
ونبدا بعد كده نشوف نسيبها تبرد شويه او تهدى من السخونيه، مش تبرد، تهدى من السخونيه، وبعد كده نبدا ان احنا نحطها في البطرمانات بتاعتنا. طيب عملنا المفتقه وسايبينها على النار وهتشوفوها مع بعض. نوطي بس النار وكل شويه نقلب. نيجي بقى دلوقتي للمشروب الرسمي للشتاء. وانا بالنسبه لي صيف شتاء شغال، شويه بحط له مثلا شويه نشا كده واشكله، مره تانيه اعمله من غير حليب، مره تانيه اعمله بحليب، مره تانيه اعمل له شويه النشا واحطهم في الثلاجه تبقى عامله زي البليله اللي هي مش البليله في موسم العصوره زي ما انتم شايفين كده، بس ليها طبعا طريقه معينه مش هنقول عليها النهارده، نخليها في الموسم بتاعها. زي ما انتم شايفين كده الحب بتاع البليله او القمح مفشر. يعني ايه مفشر؟ يعني منفوش بالشكل ده كده. طيب افضل طريقه واسرع طريقه تعملي بيها البليله ان حضرتك بتجيبي القمح بننقيه كويس قوي، بنغسله كذا غسل، تمام، وبروح احطها على النار في ميه سخنه غلوتين واغطي واقفل واسيبها ساعتين ثلاثة أربعة خمسة. ممكن تعمليها من بالليل، تقومي الصبح تلاقي القمح اللي انت عاملاه ده كله بالميه اللي انت حطاها كتير، الميه متشربه والقمح متفشر او مفتح كده وما بقتش ايه محتاجه ان انت تحطيها على النار تاني. دي طريقه حلوه قوي عشان نوفر بيها الغاز او نوفر بيها الانبوبه وما تاخدش منك مجهود كتير. فتعالي بالليل كده قبل ما تنامي نقي القمح واغسليه كويس قوي واعمليه تحت الحنفيه كده كذا مره عشان لو في اي قشه او اي حاجه تتشال والميه بتاعته تغيرها لها كده كذا مره تبقى ما فيهاش اي وبره او اي ترابه، وارجع بعد كده ميه سخنه على النار واسيبها تاخد غلوتين واقفل. هتلاقي الحله مليانه ميه ما عنديش اي مشكله، اقفلي وغطيها وسيبي وخشي نامي بالسلامه كده اهوت، وايه واحلمي احلام سعيد. اقوم الصبح تفتحي الغطا بتاع الحله تلاقيها منفشه خالص ومفشره ومفتحه ومستويه، مش محتاجه تعملي لها اي حاجه غير انك تاخدي الحليب تحطيها عليه وتسكريها وبس كده وصحتين على وعافيه. طيب دي طريقه لو انتوا كلكم هتاكلوا في وقتها او لو عامله ربع كيلو. طب لو انا عايزاها اعملها يا نونه واشيلها في الثلاجه واسحب كل يوم منها، ما تحطيش عليها الحليب يا ست الكل. هتاخديها بعد ما تتسلق تحطيها في علبه او حاجه بغطا او علبه استانلس او حله استانلس وتشيليها في الثلاجه. تيجي تسحبي تروحي واخده الكازرولة مثلا اللي هتعملي فيها او الكنكه، تاخدي على قد ما انت هتستخدمي، تحطي عليها كوبايه اللبن، تسكريها تحطيها على النار تسخنيها، الموضوع خلص. بتفضل معاكي لحد ما بتخلص اخر حبايه معاكي. لكن لو هتاكليها كلها في وقتها او ما شاء الله في سهره كده انت وولادك وحبايبك وعندك مثلا هو ربع كيلو او نص كيلو اللي عاملاه على القد، حطي عليها الحليب عادي. طب ما بنحبهاش بحليب، سكريها بميه وبعد كده حطي لها مثلا شويه فانيليا يا روحي عليه. رغده انا عايزه فانيليا، افتكرت، وتحطي عليها الفانيليا كده بتنقل الريحه بتاعتها لحته ثانيه خالص. هتنزل مقادير البليله معانا، انا حطيتها طبعا خدت غلوتين الصبح وفشرت معايا واستوت وتمام وزي الفل. النهارده هعملها باللبن على طول، بس انا عايزاها ان هي ما تشكلش، يعني انا مش عايزاها اغرفها ان هي تبقى تقيله زي العصوره، لا انا عايزاها تبقى خفيفه بس الخففان بتاعها متوسط، بس يبقى القوام بتاعها جوسي ما يبقاش الحليب سايل. هعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي بعد ما نشوف مقاديرها. عندي كيلو قمح بليله موجود على الشاشه اهو، ادينا له تقليبه. عندي على الكيلو قمح عندي 3 لتر حليب، عندي سكر حسب الرغبه طبعا حسب ما انت عايزه، 6 معالق كبار من النشا و6 معالق كبار من السحلب. ويا سلام يا سلام لو حطيت السحلب اللي احنا عاملينه، يوهي حاجه كده روعه. السحلب اللي احنا عملناه، بودر السحلب اللي عملناه من كام يوم، حاجه روعه. مفيش اي مشكله، ما عندناش اي مشكله. فحبه سحلب كنا عاملينهم، ادخلوا اتفرجوا عليهم على اليوتيوب، عظمه عظمه عظمه. طيب انا دلوقتي الحليب عندي تمام سخن والبليله عندي اتسلقت وتمام وزي الفل، هروح واخده وعامله كده بسم الله ونصبح على ام شيماء ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل، صباح العسل والجمال عليك يا ست الكل، اخبارك ايه؟ ما شاء الله عليك النهارده، الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد. الله احسن والله، اللهم لك الحمد والشكر بفضل ربنا ودعواتكم ودعوات امي والله يا رب، وديك الصحه يا رب، اللهم امين يا حبيبتي، ما نحرمش منك ابدا حبيبتي، حبيبتي حبيبتي يا ام شيماء ما نحرمش منك ابدا، ربنا يا رب يا حبيبتي يسلم لي ذوقك ويسلم لي اتصالك ويسلم لي دعواتك الحلوه، سلم عمرك يا رب من كل شر، سلم عمرك يا حبيبتي حبيبتي حبيبتي، نورتيني نورتيني. بص كده يا جيمي انا حطيت الحليب،
انا النهارده مش عايزه ان انا اعملها تبقى سايله، عايزاها تبقى سايله، يبقى هتاخديها زي ما هي كده تصبيها في كوبايات وتمام وزي الفل. انا شلت المفتقه بتاعتنا من على النار عشان كده القوام بتاعها حلو قوي. بصوا شايفين الشكل؟ انا كده تمام جدا. عرفت منين ان هي القوام بتاعها تمام؟ عرفت منين؟ انا لما قلبت بالكبشه بتاعتنا رحت شايلاها ومصفيه كده وحطيتها عندي هنا في بوله اهي، اتعمدت ان انا احطها في بوله وسبتها تبرد عشان لما جيت شلت الكبشه بتاعتنا عشان اقلب المفتقه تاني لقيتها مديه تلزيقه في البوله، تلزيقه. بص كده يا جيمي معي. هي ها مهما مهما بصوا بص 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 التقل ده هي مش ماسكه، لا هي تقلت. التقل ده او العود ده هو ده اللي انا عايزاه، العود ده هو ده اللي انا عايزاه. انت نفس النظام لو بتقلبي بمعلقه خدي من المعلقه كده بعد ما بتقلبي وحطيها في طبق على جنب سيبيها دقيقتين ثلاثه وشوفي القوام بتاع، لو لقيتيها مسيله وخفيفه يبقى هي لسه لازم تتحط على النار تاني سيبيها زي ما هي، لكن لو لقيتيها ان هي مسكت كده والقوام بتاعها تمام وزي الفل كده يبقى انا كده بنعمل عظمه. هسيبها بقى تهدى وبعد كده ايه ابدا ان انا اصبها في البطرمان. طيب نرجع للبليله بتاعتنا، لو انتوا هتصبوها خفيفه بالشكل ده كده ما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي مشكله. طب لو انا مش عايزه ان انا اعملها كده هعمل ايه؟ بصوا بقى انا بعملها ازاي وبحبها ازاي. هروح جايبه شويه من الميه واروح جايبه النشا والسحلب. هتلاحظوا ان انا جابولي الفانيليا لكن ما حطيتهاش دلوقتي، ليه؟ علشان انا عايزه ان الفانيليا تبقى ريحتها ظاهره معايا قوي قوي قوي، فهحطها في الاخر. ادي كده مش كتير لان انا مش عايزه ان هي تبقى عامله زي الرز بلبن، انا عايزاها تبقى كريمي لكن مش عايزه ان هي تبقى زي الرز بلبن كده. واروح واخده كده عايزاها طبعا تبقى عامله زي الرز بلبن او شبيهه بالعصوره شويه، ممكن تتقلي شويه وتعمليها اطباق وتحطيها عندك في التلاجه، لكن احنا معروف ان البليله بتبقى مشروب شتوي فاحنا محتاجين ان هي تبقى كريمي لكن مش تقيله. هعمل كده واقلب ده كله كده مع بعضه واروح نازله بيه على الحليب السخن. طب انا ليه ما خدتش السحلب والنشا حطيتهم على الحليب السخن وهو كان على النار وقلبت؟ عشان مش هيدوب هيكتل معايا، فلازم اقلب على حاجه بارده او سوائل بارده وارجع بعد كده ارفعها على السخن فتلاقي ان هو ايه بدا يديك الخليط اللي احنا عايزينه. معانا مين يا راضي؟ صباح الفل يا حاج ام حسين. ازيك يا شيف منى؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب تكوني بخير دايما. كل خير على حضرتك بتعمليه والله. يسعد لي قلبك يا رب وما نحرمش منك ابدا يا ست الكل. تسلمي والله. انا بموت فيكي جدا وعيالي كمان بيتفرجوا عليكي وبيحبوكي جدا جدا. ربنا يبارك لك فيهم وفي عمرهم يا رب، اللهم امين. ربنا يخليهم لك يا حبيبتي. معلش هسأل حضرتك سؤال. 10 أسئلة من السؤال واحد، أموريني. ربنا يخليك. الحلبة اللي حضرتك بتعمليها، أنا من اسكندرية. فدلوقتي إحنا بنعملها مش بنحط الحبة الخضراء اللي حضرتك بتحطيها. تمام، أنتوا بتحطوا قرطاس المفتقة. أيوه. صح كده؟ لو أنا حطيتها هتمررها ولا هتبقى حلوة؟ اللي هو قرطاس المفتقة ولا الحبة الخضراء؟ لا الحبة الخضراء. الحبة الخضراء مهمتها في المفتقة إن هي تديكي لون الزيت الأخضر اللي بيبقى في المفتقة اللي إحنا بنشوفها بره. ما بنبقاش عارفين. أيوة. ما بنبقاش عارفين اللون الاخضر ده جاي منين، هو بيحفظ المفتقه غير الزيت التاني بيبقى احسن، بيقعد معاكي مده اطول. فلو هي موجوده زي الفل، مش موجوده هتطلع برده معاكي زي الفل مش مشكله، بس الاساس بتاعها ان هي تكون موجوده. قفلت؟ نورتيني بسم الله. واو تذكرته حلوه قوي قوي قوي. ما سبتش لما شكلت، ما سبتش لما تقلت. بصوا الحليب مش خفيف وفي نفس الوقت مش تقيل، يعني مش حليب صافي اللي هو نقول ان هو خفيف قوي، ومش اللي هو الرز بلبن اللي هو شكل معانا. انا بس واخده تطعيمه السحلب، واخده القوام الكريمي شويه اللي هتسببه النشا مع السحلب علشان اخد حبه بليله في منتهى الجمال. ارجع بعد كده بعد ما شلتها من على النار ابدا احط الفانيليا بالشكل ده كده. مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. نيجي بقى كده كوباياتنا واطباقنا
اللي هنقدم فيها عايزاكي تقلبي لهم البيت. انا متهيالي الكبشه وقعت في الحل، انا عماله ادور عليها والكبشه وقعت في الحل. عايزاكي تقلبي لهم البيت محل. مفيش حاجه اسمها ان جوزك ينزل على القهوه بعد كده او ولادك يقولك ايه اصل احنا نازلين نقعد مع اصحابنا، مش عايزاكوا تعملوا حاجه زي كده. نعمل ايه؟ بسم الله. فانت ايه تعملي لهم البيت كافيه. انا هخليكوا ما تنزلوش من البيت اصلا باللي انت هتعمليه ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. نعمل كده. التسكيره بتاعه الحليب انتوا اللي بتظبطوها ويطلع معاكوا زي الفل. نعم ازود لك الحب. حاضر عيني. العلبه دي بتتباع بره بكام؟ 45. احلف. استنوا بس، ده بيقولوا ان العلبه دي ب 45، ده كيلو القمح كله على بعضه اصلا ما بيجيش ب 45. يا راجل ماشي. يبقى احنا كده عملنا البليله ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انتم شايفين كده حاطين لها مكونات علشان تخلي الحليب يكون تقيل شويه ما يبقاش خفيف خالص. ما خدتش مننا وقت خالص. لو عملتي زي ما بقول لحضرتك ان انت تسويها من بالليل تديها بس غلوتين كده وترجعي بعد كده تكملي التسويه بتاعتها الصبح، يا دوب تحطي لها الحليب مع السحلب مع النشا عشان يديك التسكيره الحلوه اللي احنا عايزينها والقوام الحلو اللي احنا عايزينه ده، يبقى مش تاخد منك وقت خالص. ممكن تعمليها من يوم الخميس بالليل تقوم الصبح يوم الجمعه تفطروا بيها احلى فطار لاحلى جامعه ان شاء الله باذن الله. يلا بينا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل المفتقه بتاعتنا هديت شويه، نرجع نصبها في البطرمانات بتاعتها ونكون كملنا غرف البليله بتاعتنا ونرجع نعمل الراعي الرسمي لمشاريب الشتاء وهو حمص الشيب. بيتعمل ازاي وشكله ازاي وطريقته ازاي عشان يطلع اقرب ما يكون لبره هنعرف بعد الفاصل مع نونا والبلد يوكل، اقوى برنامج على اقوى قناه طبخه في مصر بي ان سي فود، قويه بيكم وليكم. استنوا بعد الفاصل عشان نشوف حمص الشام بيتعمل ازاي. أنا كنونة مبسوطة، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. تمام؟ عملنا البليلة وعملنا المفتقة وسبناها تهدى وبعد كده صبناها في البطرمانات. بطرمان بيتكلم عن نفسه. في ناس أنا أعرفها بتعشق المفتقة، ممكن عندها استعداد تاخدها في حضنها وهي نايمة من كتر ما هي بتحبها، زي ما أنتم شايفين كده على أصولها. طيب هنعمل إيه دلوقتي؟ المشروب الرسمي التاني للشتاء. نازلين رايحين جايين ما تيجوا نشرب حمص الشاي. الدنيا برد ما تيجوا نشرب حمص الشاي. الدنيا عايزه حاجه حرشه، الواحد نفسه في كوبايه حمص الشام. بس مش اي حمص الشام يتقال عليه حمص الشام. الموضوع مش موضوع ان انا اسلق حبه حمص الشام واحط عليهم حبه صلصه بقى الموضوع في حمص الشام، لا مفيش الكلام ده. تعالوا اوريكم بقى ازاي نعمل حمص الشام. عندي حله على النار وطبعا حمص الشام احمد سلقه من الصبح. نجيب الحلبسه، الله ينور عليك، حمص الشام، حلبسه، ايا كان ما عنديش اي مشكله في تسميته، المهم ان هو المشروب اللي كلنا بنحبه، صغير كبير بيحبه. طيب بنجيب الحمص اللي هو البلدي مش المستورد، ليه؟ علشان البلدي على ما بيبدا ان هو يتسلق يديني الحجم ده يا جيمي. اهو. البلدي لما بيتسلق يديني الحجم ده، طب المستورد لو جبناه وسلقناه بتلاقي الحبايه قد كده. عامله زي حبه الفول، حاجه كده كبيره تحس ان ايه يا جماعه في ايه؟ لا انا عايزه حمص الشام بتاعنا بتاع امهاتنا اللي هو الصغير ده راح فين وديتوه فين؟ هو ده. نجيب الحمص البلدي نبدا ان احنا بياخد وقت شويه في التسويه بتاعته زي الترمس لكن بيديني الشكل الحباء اللي انا ببقى عايزاه ومتعوده عليه. بنبدا ان احنا في ناس بقى بصوا
بينقعوه ويغيروا له الميه بتاعته كذا مره وبعد كده بيحطوه على النار. انا ما بعملش كده بصراحه. امال انا بعمل ايه؟ بحط ميه سخنه على النار وببدا ان انا اغسل الحمص بعد ما بنقيه. طبعا لو حاجه مكسوره، حاجه نص كسر، حاجه مخرومه، كاني ماني، ببدا ان انا انقي ده كله وابدا ان انا اغسله كويس واغير له الميه بتاعته لحد الميه بتاعته ما تبقى بيضه زي الفل. طبعا مطرح التراب والكلام ده كله، مش عايزه اي حاجه من ده كله. ارجع بعد كده ميه بتغلي على النار وابدا ان انا اسلقه فيه من غير اي حاجه خالص. يبدا يدخل في سوى الميه بتاعته تقسر معايا بالشكل ده، ما زودش ميه. انا عايزه مش القطر يبقى ميه، مش عايزاه يبقى خفيف قوي كده، لا انا عايزه اخد حبه حمص تمام. الحبه الميه اللي موجودين اللي باقي السلق دول انا محتاجاهم، هعمل ايه وهم بيكمل السلق بتاعه كده؟ اروح حاطه شرايح ليمون. حاضر. انت مأجراهم ولا ايه؟ نعمل كده تمام. حطينا كام شريحه ليمون بالشكل ده، وهم كده بيبداوا ان هم ياخدوا الريحه الحلوه. احنا لسه عندنا بقيه مكونات الحمص الشام وعندنا الصلصه بتاعتنا وكله دوت نزل على الشاشه. مجرد ما بدات ان انا احط شرايح الليمون، مش عصير ليمون، شرايح الليمون ديت بتبقى التركيز بتاعها اعلى. القشر نفسه بتاع الليمون والزيوت بتاعه القشر بتاعه الليمون بيديني ريحه وتطعيمه مختلفه. طيب قبل ما ابدا احط باقي المكونات، انا جالي النهارده كميه تليفونات غريبه، كلها 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 بتسال على الطقم الاستانلس اللي احنا شغالين بيه النهارده علشان الايدين بتاعته سيليكون. هم انا اشتغلت بيه قبل كده بس من الواضح ان هم ما شافوهوش. طب ده يا ست الكل طبعا برضو من صفحه سوق المطبخ، صفحه سوق المطبخ انا ما بغيرهاش. طقم الاستانلس النهارده ما شاء الله عملنا فيه المفتقه وعملنا فيه البليله وعملنا كمان فيه الحمص وعملنا فيه الحبه الخضراء وسخناها على النار، حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك عليه. قعدت مده كبيره على النار. غسلتوا حله المفتقه؟ غسلتوها؟ والله طيب تمام ماشي اوكي تمام. انا كنت عايزه اوريكم بس ان انا ليه بقول ان المفتقه تتعمل في ستانلس او المونيا، علشان العسل لما بيبدا ان هو يتقل شيء طبيعي ان هو هيلزق في اي حله، لكن مع كميه العسل اللي احنا حطيناها مع التقليب ده كله ولا لزقت ولا اي حاجه، فالطقم بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك. طيب صفحه سوق المطبخ عشان نوصل لها، لو انت عروسه او لو مش عروسه بتجددي في مطبخك، مفيش حد هينفعك او مكان هينفعك وتلاقي فيه كل اللي انت عايزاه الا صفحه سوق المطبخ. هي بالنسبه لي مش صفحه عاديه، هي بالنسبه لي مول كامل، كذا دور كذا دور، صيني وكوبايات وكاسات واطباق واطقم عشا، ادي دور. اجهزه كهربائيه سواء اير فراير او عجان او خلاط او مطحنه او كبه او هاند بلندر او محضر طعام او خلاط او اي او مبرد ميه او مكوى او مروحه، كل ده في دور. الحلل الجرانيت، الحلل السيراميك، الحلل التيفال، الحلل الاستانلس، الحلل الالومنيا والصواني الالمونيا بانواعها، كل دوت في دور. اطقم البايركس والازاز كلها موجوده في دور. فانا بالنسبه لي صفحه المطبخ مش صفحه عاديه، ده مول ادوار، كل دور فيه كل احتياجات العروسه من الابره للصاروخ. ما تيجي نبص كده بصه ونشوف مول سوق المطبخ بيقول ايه. طيب ارقامنا موجوده على الشاشه، صفحتنا كمان الكيو ار بتاعها موجود على الشاشه، وندخل كده ونشوف هما بيقولوا ايه النهارده. الكيو ار موجود، ارقامنا موجوده، تلات ارقام للتلات شبكات علشان تطلبي كل اللي انت عايزاه. وندخل كده وريحه الليمون اللي نازله على الحمص تاخد العقل. عايزه اقول لكم الريحه فعلا تجنن، وكل ده لسه ما حطيناش حاجه في الحمص الشام، الحله بتاعتنا مفحفحه. يلا بينا، ادي صفحه سوق المطبخ اهي عليها واتساب، نمشي شويه كده ونشوف ايه اللي موجود. اطقم جرانيت، المكوى، اطقم الصيني سواء اللي بتدخل الفرن او اللي هي بتحطيها في النيش. جمال التفاصيل بيفرق كتير، وفعلا اطقم الصيني عندهم التفاصيل بتاعتها تجنن. تبقي ماسكه كده الطقم من النقشات بتاعته والرسومات بتاعته والحفر بتاعه، تبقي مش عارفه تعملي هل تتصوري جنبه ولا تستخدميه. بيصعب عليا والله استخدم الحاجات دي. طيب عندنا كمان المبرد ما شاء الله اللهم بارك، سخن سخن وسائع. عندنا كمان اطقم الجرانيت معموله لواحد ست البيت فعليا علشان ما تقفيش في المطبخ كتير. اطقم البايركس، يعني هم هنا منزلين طقم السكاكين مع طقم البايركس عارضه مع بعضه ما شاء الله اللهم بارك، هتلاقيه برده موجود في صفحه سوق المطبخ. عندنا ايه كمان؟ عندنا اطقم العشا البورسلين، عندنا محضر الطعام، عندنا الهاند بلندر، عندنا شنط المعالق، عندنا طقم الاستانلس اللي هو بايد سيليكون.
يعني ما فيش حاجه اسمها ايه لا الايد سخنت لا الايد ايه اللي حصل لها، لا استخدمي عادي الايد سيليكون ما بتوصلش الحراره فبتتحركي في المطبخ وانت مطمنه، ما فيش حاجه هتلسعك او ما فيش حاجه هتضرك. الاير فراير عندهم بحلتين عليها ضمان 5 سنين، عندنا كمان اطقم الالومنيا 3 مقاسات ب3 اشكال مختلفه، عندنا الخلاط الجبار اللي ما ينفعش اصلا ان هو يتحط في مقارنه مع اي جهاز تاني، عندهم كمان العجان ال10 لتر وال7 لتر وال5 لتر، عندهم العجان ال10 لتر 3 في 1، ال7 لتر كمان نزل جديد 3 في 1 اللي معاه الخلاط ومكنه البسكوت ومفرمه اللحمه، عندهم ايه؟ من كتر الحاجات اللي موجوده عندهم انت بتبقي محتاره تختاري ايه ولا ايه؟ في حاجات كتير ممكن تكوني ناسياها في جهاز بنوتك بس لما تتفرجي على مول سوق المطبخ هتبداي تفتكريها، 3 ارقام لل3 شبكات موجودين قدامنا، موجود كمان الكيو ار تدخلي تدوري على كل اللي انت عايزاه. ايه اللي بيميز المنتجات بتاعت سوق المطبخ؟ ان حضرتك سوق المطبخ بالنسبه لك الاقرب والاضمن والاوفر، اقرب لك انك مش محتاجه تنزلي وتلفي كتير، كله موجود قدام عينيكي، الاضمن ان حضرتك بتاخدي الحاجه بضمان صفحه سوق المطبخ وعليها ضمان سنه واثنين وثلاثه واكتر كمان عشان هم ناس ضامنين حاجتهم كويس وعارفين ان هي مش ترجع لهم او ما فيهاش اي عيوب، الاوفر ان الاسعار اللي موجوده في صفحه سوق المطبخ مش هتلاقيها موجوده في اي حته ثانيه، وتحدي وتحدي الشكل ده كده. احنا لسه قدامنا وقت وانتوا معايا. طيب زي ما انتوا شايفين النهارده كده، الحمد لله على السلامه والله وحشتوني، زي ما انتوا شايفين كده النهارده الطقم الاستانلس بتاعنا هو نجم حلقتنا، مفيش وصفه النهارده من وصفاتنا الا لما اتعملت في الطقم الاستانلس، زي ما انتوا شايفين كده حاجه تاخد العقل. طيب انا حطيت ايه دلوقتي؟ الحمص كان بيتسلق، حطيت شرايح ليمون عشان استفاد بالزيت اللي في الليمون نفسه، حطيت عصير ليمون تاني عشان يديني المزازه اللي انا عايزاه، حبه كزبره ناشفه ودي بتخلي الحمص الشام رهيب زي ما انتوا شايفين، حبه كمون، حبه من الثوم، عايزه تحطي شرايح ما عنديش اي مشكله، حبه من الشطه مش كتير والله، بصوا المنظر شايفين حبه الميه اللي انا حطاهم، انا مش هزود ميه ده انا هزود صلصه بس، ونحط الملح، شفتوا حبه الميه اللي انا حطاهم دول؟ حبه الميه باقي سلق الحمص، باقي سلق الحمص، ما تزوديش ميه كتير مش عايزه حاجه مملقه، في نفس شويه الميه دول انا حطيت كل المكونات بتاع، ايه الريحه دي؟ ايه الريحه دي؟ هو ايه اللي انا شماه ده؟ محمد ابراهيم عمال يعمل ايه الريحه دي؟ حاجه تحفه، حبه ميه قليلين باقي السلق، حطيت فيهم كل المكونات عشان تبقى مركزه جدا، وارجع بعد كده اخد الطماطم واروح نازله بيها على الجمال ده كله، ما نزودش ميه هم دول بس اللي انا عايزاه، بسم الله. بالشكل ده. انا مش عايزه اكتر من كده. ندوق ندوق، هنحتاج ميه؟ ممكن نحتاج ميه، بس لا مش عشان كده، مش عشان يكفي العدد. انا محتاج ميه ليه؟ انا ليه ما زودتش ميه في الاول؟ لان انا لو كنت زودت ميه في الاول ورجعت بعد كده حطيت صلصه الطماطم ولقيته خفيف والصلصه مش باينه انا كنت هتضايق، فعلشان كده سبت شويه الميه الصغيرين موجودين، تبلت وبهرت كويس قوي، رجعت بعد كده حطيت صلصه الطماطم، في اللحظه دي حسيت ان صلصه الطماطم تقيله فانا محتاجه شويه ميه، حطيتها امتى؟ بعد ما حطيت صلصه الطماطم نفسها. نعمل كده، يلا بينا ياخد غلوة ندوق الحياء، بسم الله يا الله، ايه ده ايه ده؟ حرق قوي حرق قوي، بس طعم والليمون مدي مزازة تجنن. نطلع فاصل يا جميل، نطلع فاصل عشان مش قادره على اللي احنا فيه دوت، هنطلع فاصل يغلي معانا ونرجع نصبه في الجارات بتاعتنا ونقدمه احلى كمان من الكافيهات، محدش يضحك علينا، احنا بيضحك علينا بس بمزاجنا، لكن النهارده بعد حلقتنا دي انت مش هتجيبي اي حاجه من البيت، نطلع فاصل نرجع نصب حمص الشاب ونكمل حلقتنا، اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم.
مش قادره اقول لكم، مش قادره اقول لكم، ومش قادره اقول لكم ليه. انا فعلا هقول لكم النهارده الحلقه بتاعتنا، يعني احنا ناقلين الكافيه في البيت والله. بعد حلقتنا دي لو الاقي نور من انوار البيت اللي بتتفرج عليا تقول لي طريقه حمص الشام ولا طريقه البليله ولا طريقه المفتاه، بص النهارده عندي قاموس كتيب مليان، مفيش اي هفوه احنا ناسينها. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، نالت رضاكم، اتمنى دايما دايما اكون عند حسن ظنكم. اسيبكم بخير، وبيتجدد لقائنا بكره الساعه 10 الصبح، واللي فات اي حاجه بيقدر يتابعني 9:30 بالليل. اسيبكم بخير واسيبكم في حفظ الله، واقول لكم السلام عليكم. باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.